ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. انتشر فيديو صادم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر اعتداء على سائق حافلة بعد مشادة كلامية مع بعض السيدات اللواتي قمن بسب سائق الحافلة والدخول معه في مناوشات باستعمال كلمات نابية والسب والقذف، وبعد ذلك سمع تكسير زجاج. وأيضا أكد سائق الحافلة تعرضه للاعتداء من طرف السيدات، حيث حدثت فوضى عارمة وسط الحافلة. ومع تداول الفيديو طالب النشطاء بضرورة تدخل الأمن في هذه الحالة واعتقال المتورطين في هذه القضية. غير واحد الإشارة، الفيديو راه فيه كلمات خايبين، هضرة خايبة، هضرة طايحة، الله يخليكم ديروا الكيت أو حبسوا هنايا، يعني مكتوش باغي تصنتوا لهاد الكلمات النابية وشكرا. عبري مع راسك. انا عاد جاي من وجاي خدام عاري. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.